بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم، تنطلقوا من جديد. اليوم السبت، ليلة السبت، والسبت دابا كما اتفقنا غنبقاو نديرو شي مستملحات وشي حاجة اللي شوية تفوجعنا وتضحكنا، تنسينا فهاد كورونا. نتمنى والله بقى انا تنقلب وتلقى، تنقلب وتلقى، ونتمنى والله باش مقلقة بزاف. يعني الوقت اللي غادي باش نلقى بزاف راه نرجع للجريمة عادية، غادي نعاود عليها ونسردها بالطريقة ديالي اللي تنسردها. واحد النهار واحد الدوار حدا القنيطرة هنا بلارك، دور الصفيح حدا القنيطرة، دوار كبير، واحد الدري تلقى واحد الجثة ديال واحد الولد عنده 26 عام، تلقى تما مرمية وتخبروا البوليس والناس ما عرفوهاش ديال من، تخبروا البوليس وجاو تما شافوها، وديك الجثة داك الدري واكل واحد القتلة عمر شي واحد ما شتو كلها بحالها، لأن هذه خدمناها كنت فيها. الدري واكل واحد القتلة، واحد القتلة مضروب في راسو، مضروب في عينيه زرقين، نيفو منفوخ، مرس من يدو، واحد الرجل تحت الكعبة ديالو مهرسة، مهرسة لي واحد الدرعة. وشكون اللي عطاه هاد القتلة هادي؟ هاد القتلة خص يكونوا واحد ثلاثة وأربعة الناس دوك الزراوط دي كوردان دوك الكبار، وبقين دوك ديال البيسبول، وبقاو نزلوا عليه. داك دقوة مسكين داك الدري، مهلوك مهلوك مهلوك. المعاينة دارت، الدري تهز مشى لمستودع الأموات. الطبيب دار ليه فحص، طبيب شرعي، قلبوا شافوا، عطاه شهادة طبية، قال لك أنا عمري ما شفت شي واحد واكل العصا قد هذا. قلت نشوف غير لي زاكسيدون اكسايد اللي تيديروا شي حد، شي واحد تيكرشوا شي اكسيدون تيضربوا شي كاميو يدوز فوق منه ولا بحال هادشي، أما بحال هكا هذا، هذا عيني منفوخ، راسه مضروب هنا وراسه مضروب هنا، ومدقدق هادشي طلعت كيفاش، وجاو وحطوه تما. لانه تما كاين الرويد ديال الكروسه ماشي ديال الطوموبيل اللي حاطه البوليس، عينو الرويد ديال الكروسه، هزو ديك البصمات ديال الرويد، راه الاخوان ديال الشرطه القضائيه والدرك تعرفوا كيفاش تهز البصمه ديال الرويده، هزو البصمه ديال الرويد ولقاو واحد الكروسه ديال جوج رويد، عندها جوج رويد بنوات كبار، شي اللي لقاو السيد، هذاك السيد مشاو خداو البصمات ديالو، خدو البصمات ديالو، لأن نبقى نقول حسن أنا فضلت واخا واحد لافير مثلا بحال هادي شاركت فيها وخدام فيها، ولكن كنت مجرد فرد ما بين البوليس اللي كانوا، ما كانش عندي مسؤولية كرئيس ولا كذا، ولكن كنت ديك الساعة في قال ديال انسبكتور، أنا بحالي انسبكتور خدام الوسط، ما كنتش رأس فرقة ولا هذا ولا خدامين على أين. تهزو لي زامبرانت، تشخيص قضائي اللي كان بكري، تشخيص قضائي ماشي هو دابا، تهزو لي البصمات ديالو، تعرف الدري شكون هو، طالب ان عنده بطاقة وطنية عنده وخا ما هزاش معاه، وتعرف العنوان ديالو. مشينا للدار ديالو ودقينا، ساكن عايشين في واحد البراكة، خرجوا عائلته، خرجت امو، وخرجوا شي ثلاثة دخوتو، وقلنا لا لا غادي نقول لك فهاد الصباح واحد القضيه، ولدك هو فلان، يا سيدي عندكم حال مدني، يا سيدي غادي نشوف حال مدني، ها هي سيدي، شفنا سميتو شنو داك الشيء، قلت لها جلستو عافاك باش جلست الوالده باش نهضروا معها، لان المراه غتقول لها ولدك مات تقطعها لك هكا على راسها ولا دير هذا، جلسناها جيبت شويه د الماء، جابوا شويه د الماء حطيناه شربي لا شربي، حنا قلنا الله يكتب السلامه، المراه غتقول لها ولدك مات قاصها، شحال من مره تعرضنا لشي مشاكل تنطيحوا فيهم كذا كذا، جيت انا مع العائله جيت تاخذ غير الهويه ديالهم، انا نفسي رجال الامن رجال الدرك، الا كنتو تعلموا شي واحد تمشيو عنده لدارهم وتعلموه، خذ الهويه هي الاولى عندك، تقول لهم في الضربه الاولى تقول لهم راه السلام عليكم السلام، واحد الدري ولدك فلان ايه راه مات الله يرحمه، راه من الحاله المدنيه، راه ماتش كاع الحاله المدنيه، تيبقاو ناري اخويا تيبقاو يغوتوا، ما ماتش الحاله المدنيه، تمشي تقول لاختو تقول اختي الحاله المدنيه بعدا مني اخويا، وتا شي خويا بغى يهضر معاك تيهضر معاك بحال قاتلين نتوما، اش عنده الشاف كيفاش تا مات هاد خويا الشاف، تقول لي جبت الحاله المدنيه، وانا شحال المدنيه واخويا تقتل، تيردك انت تجي غتعلمو تيبغي يلصقك،
واحد يمشي واخوكم فلان يتاكدوا منه على الحاله المدنيه. شوف الحاله المدنيه تقوم الدري عندك سنه تقول لي خذ بعد الحاله المدنيه عندك الهويه خذ داكشي ثبت بانه هو الدري ماشي تعلمهم على اي. جابوا الحاله المدنيه وتاكدنا وقلنا ديك المراه وهذوك الاولاد خوكم الله يرحمه راه توفى باقي عاقل. كان معي واحد السيد عبد الرحمن الليموري من غزني قال لي اه كيما مالك؟ قال لي ايوه ما حاسين هذا ما حاسين تابعات. قلت له امو مات اويلي مات اويلي على وليدي. بقات تقولها غير بشويه وليدي اويلي. واحد خو بقى كياكل في الخبز واقف معنا تيشوف ولا شاف توفى. لا قلت له كيفاش توفى؟ ويلي كنا هاد العائله شحال باردين هاد العائلات. انا ما نقول لكم علاش ما نقول لكم علاش باردين ديك العائله الدنيا عندهم هانيه. وقلنا الله على هذو راه قاتلين واحد خياتنا هذو صيفطوا لتما. قلت له شفت خوتهم عندهم شي صحه كاع باش يعطوا ديك القدله اللي خدا. خدينا بدينا تنبحثوا ما عم تيمشي ما عم تيجي. هذيك الموتى تقول لك اوليدي تيخرج انا ما تعرفش والله ما تعرف لا ولاد الدرب. نسولوا تما ولاد الدرب وراه تيوقف ليه مع ولاد الدرب مع فلان مع فلان تيكمي معاهم. زيد وانت اخو عارف شي حاجه يا اخو؟ اخويا اش نقول لك انا ما عنديش معاه انا ما عنديش معاه خويا ماشي خويا خويا ولكن ما عنديش معاه الصراحه. يا ودي قول لينا هاد خوك صحابو تيمشي معاهم تيخلط هو الدنيا كلها ديما مزروق ديما كذا. خو الاخر تعرف معاهم تيمشي خوك تيمشي مع ولاد الدل مع صحابو وشحال يا صحابو هاد بزاف ولينا شي واحد شي واحد. واخويا لصقتو ما في شي واحد غدا نتوما تمشيو وجهي شنق عليا وهذوك الناس ولا بغى يعاونونا. وذاك الدري مسكين الله يرحمه مالو هذاك الدري ومكحلها مع ديك دارهم ديما مدابز مع مو دارها وبوه بيه الله يرحمه ديما مدابز مع ديك خوتو يسرق لهم من الدار تيسدوا عليه الباب ما تيدخلش تيدخل بعض مرات صحة هما زعما بان ليك بحال تهناو شويه ولكن حنا عندنا جوته. مشيت تنبحتو ايوا دور محمد دور يا ما الدور داك الدوار دور قلب هنا جي هنا قلب سدعي فلان اجي تيجي شي واحد اجي خو عندنا الله يرحم والديك انت كنتي معنا فلان فلان ايه كنا جالسين فين في القهوه فوق ثلاث ايام هادي راه تيكون مع فلان سير عند فلان تيكون عند هذا سير عند هذا تيكون عند نعتوا لنا واحد الدريه قال لك راه واحد الدريه كانت تيجيبها هنايا مره وواحد فينا تيعرفوا مشينا عندك صاحبه السلام عليكم السلام تعرف فلان ايه فين قبل هاد الايام اخر مره تلاقيتي معاه وانا شحال هادي ما بقيتش معاه الشيف هادي شي شهرين عندنا شي حساب بيناتنا حيت تنقول لكم هاد الهضره هادي حتى هكا تيهضروا شي واحدين دابا هاد الشباب شي شباب ماشي كلشي الشباب استغفر الله شي نوع ديال الشباب ديال دوك الدور ديالنا الحياة الشعبية و دوك بيوت الصفيح دوك الحياة المهمشة الله يستر ولات عندهم واحد اللغة جديدة بحال هكا تيهضروا كلهم وتتباهوا بها تيهضروا بها. جينا عنده فلان واش جالس معاك؟ واش غنقول لك الشاف انا ما عنديش معاه تيبقى يحرك يديهم. انا دابا لي شهرين شاد وقري قهوه صافي ايوا وحنا بقيت نقلبوا على ديك البنت. وفين تجي هاد البنت؟ فين تتكون هاد البنت؟ وهاديك البنت اخواتي تجيبها من الملاح. كانت معاه جمتو كانت معاه. واسميتها واش تيعيطوا ليها تيعيطوا ليها بنت العمى صافي الحمد لله مشيو عند بنت العمى مشينا تنقلبوا داك الملاح قلب يما تقلب لقينا واحد خينا تيقول لي العمى هو كاع ما عمى باش شوف المصيبه حنا قلنا غنبقاو العمى هو ماشي عمى وحنا مشيو عنده السلام عليكم السلام انت هو العمى قال لك ايه خويا قلنا له انت كاع ما عمى قالك لا حنا الكنيه ديال النعمه. قلت كنديروا واحد الخرجه نجيبوها من الخرجه. واحد السيد واحد السيده هضرت معايا غير هاد الايام والله العظيم هادي شي اربع ايام. الو قالت لي السي خراج هذا قلت لها هي لا قالت لي وبعدا بقات تقول لي واش انت هو السي خراج؟ نقول لها وانا هو السي خراج. هذه النمره ديالك اي النمره ديالي سي خرج لي في اليوتيوب واه سي خرج لي في اليوتيوب ماشي شي حد اخر انا قطع لك لا مالك
قالت لي لا بغيت نهضر معك في واحد القضيه، كنسمع شي راه تيهضروا تيضحكوا لداخل. قلت لها قولي يلا هضري. قالت لي كنا هضرتي على واحد القصه فيها القرقوبي، مالين القرقوبي وتبيعوا القرقوبي. قلت لها هي القرقوبي راه معروفه الشريفه، راه هو هذاك الكينات ديال المخدرات. قالت لي حنا نعاودك واحد القضيه واحد القصه. قالت لي غتجيك غريبه. قلت لها شناهي؟ قالت لي انا غنوريك، انا غادي ندير لك فيديو وتشوف لاكارت ناسيونال ديالي شنو كاتبين الكنيه ديالنا. قلت لها شفت الكارت ناسيونال كاتبين الكنيه القرقوبي، كنيتهم القرقوبي. هذا سمعت كلا الشريفه انتم كنيتكم القرقوبي؟ قالت لي ايه. قلت لها انا عمري ما سميت، ما سميت شي واحد سميته القرقوبي. كتجيو علينا بشي كنيه اشكال. احنا عندنا واحد الاساس دابا ديال العماره ديالنا هنا هو من سوس، كنيتهم لطوروت. والله العظيم مسكين صاحبي عزيز عليا راه مريض الله يشافيه، سميتو الطهر، ها هو راه باقي عندنا فيه، سميتو لطوروت. نهار توتوروت توتوروت نهار اللي خديت لاكارت ديالو غادي نعينو باش بقى يخدم العماره، قالت لي توتوروت. وين جبتكم هادي؟ وانت دابا باك ولا جدك تزاد قبل ما يكون لطوروت في المغرب؟ ما عرفت كان في المانيا عايش تما وجا فرحان قال لي سميت قال لي لطوروت، جبوا لطوروت. قال لي حنا لطوروت ولا توتوروت بحال هكا، كنيتو توتوروت. وهي قالت لي حنا كنيتنا القرقوبي. وقلت لها وزعما ضحكتيني بهذه السميه القرقوبي، منين دبرتو لها؟ قالت لي خصك تعرف حاجه، اش بغيت نقول لك انا بغيت تضحك والله العظيم، وهي باقي عندها رقم تتصل بيا. قالت لي يا ولدي مجوج ومراتهم سميتهم، مراتهم الكنيه ديالها مخلخل. قال لك كانوا غاديين خارجين، هو تيخدم برا، كانوا غاديين خارجين في طنجه، شي ديواني قال لي الباسبور ديالك، خذا لي لمرتو قال لي سميتك انت؟ قال لي قرقوبي. قال لي انت اسميتك لالا؟ قالت لي مارت منان مخلخل. قال لي ما عرفت القبطان ديال الديوان دابا انت تداوي، انت تداوي هذه المراه كنيته من المخلخل والراجل كنيته القرقوبي. شوف على كنيات كي دايرين. وهذاك مشينا عند ذاك العمى، مشينا عنده جبد لاكارت ناسيونال فيها العمى. قلنا لك واحد الدري يا بنيتك الكاخو هذاك الدري انا بريء منها، انا مبري منها، مبري منها. مشيت عند القايد مشيت الكمسات تبريت منا. اودي تغاوري انا تبرى ولا ما تبراش منا؟ ياك ما انت سيق شي اخبار ولا هذا، يلا تمشي معنا، يلا معنا، يلا معنا. انت ما قلتي البنت مبري منا، هذه مهمه هذه. حنا قلنا ربما هذا مبري من البنت سامع شي حاجه دايرها البنت في الظافر تنبحتو معاها. جينا الكمسات جلسناه، قلنا هضرنا على بنتك، عندك شي تصويره ديالها؟ قالك عندي. بعد التصويره طلبنا هذه قدام بابو، جبد لنا التصويره ديالها، جبد لنا شي تصاور ودينا الكمساريه، علاش مبري منا؟ وقال لك سيدي واحد البنت تشمكير والدوران وتقرقب وتجي تهجم عليا هنا وانا مقابل خوتها وجريت عليها وما عندي ما ندير بها، وكان تيتشكى منها من الافعال ديالها، بنت معوجه وفين تتكون هي؟ وراه تجي عندي بعض المرات، بعض المرات تمشي عند واحد خيتي هي حدانا تما في الملاحيه صاحبتها وكذا وكذا وكذا، وسيدها حدانا وحنا تنقلب رجعنا لذاك الملاح، مشينا عندك صاحبتها قالك راه خارجه هي وصاحبتها تيخرجوا. صبرنا عليهم ثم تجاو، جبناهم جوج، جبنا هذيك العمى، جبناها السلام عليكم السلام. قلنا تعرفي فلان؟ خويا تنعرفو، وسمعتي عليه؟ واش عارف عليه؟ وانا غاليوم قال لك سمعوه مقتول، مقتول ومرمي قريب لدارهم. وانت شحال ديما شتيه؟ واش غنقول لكم هذه شي كان الجور ما عاودش شفتو. واحد الدريه كي دايره واش مهنه واش مهنه واش مهنه، واحد سنان بالكار الله يعفو عليها، واحد اللبسه ديال محيحه محيحه هذيك البنت، وتهضر بصباعاتها هيك بحالهم ديك هضره الصباع. واش تعرفي عليه انت؟ اش تعرفي عليه صحابه وكذا؟ واش غنقول لكم انا مشيت مع ليني الزواج ولكن ما كتبش. لا الحمد لله في خاطر الحمد لله ما تزوجك انت نيت اصلا، هما ديك الموته ولا يتزوجك. ايوا ايوا اش غنقول لك، حنا بعدت منه وتيبقى عمره شي صحابو عليا. باش تيعمرو؟ تيعمرو مشافو بغا معايا المعقول وبغينا نديرو دارنا كي الناس، او تيعمرو بقى تيقول لي فلان قال لي فلان قال لي فلان. قال لك لا خويا الله يعاوننا عونك، انا ما غنزيدش انا وياك، انا كذا كذا كذا. شكون هما صحابو؟ وعندك واحد جوج صحابو ديما هو معاهم. هي تعطينا واحد جوج سميات وقالت لنا فين ساكنين، واحد الدوار بعيد هذاك الدوار حدا سوق السبت تابع للبوليس. عطاتنا سميتهم، قلنا تعرفي ديورهم؟ قالت كنعرف ديورهم. ايه قلنا غتمشي معنا حتى يطيح الليل، مش عارفك حد.
حنا حتى حنا غنحميوك شويه، غتقول لي يجي واحد نهجموا عليك. في الليل غندوك ماشي في طوموبيل البوليس، دوك طوموبيلنا غتنعطينا الديور. قلت لك واخا. في الليل هزيناها مشينا عندنا الديور، اتصلتوا على النبي انا نحضر بان تعرفهم جوج كذا هي اللي ورتنا الدار تسالي بحالك تسنيك. طلع يدرك البحث الصباح، صبحنا لخيتنا بكريم على الصباح بجوج جبناهم صحابه بجوج، يالله معنا ما يالله معنا، ديناهم دخلنا من الكوميساريه. قول لنا اخويا مرحوب تقولي الخبر مات، واسقنا الخبر راه بقى فينا راه بحال خونا حنا ديما. قلنا البرنامج ديالكم اليومي، قلنا البرنامج ديالكم انت وانت، بدينا باللو بدينا نبحثوا معاه. ما خلال البحث ديالو تيقولوا حنا كنا معاه مقصرين وشربنا بثلاثة وتفارقنا، زعما جايين بجوج من قادين على هذيك الهضره. ماش منين شفتو شرب من لافيل شاشريتو ثلاثة يطرو، شكون اللي خلص؟ شريناهم ومجيب شكون اللي خلص؟ ها فين تكون الحصلات؟ شكون اللي خلص؟ وأنا خلصت واحد هو واحد والآخر واحد. فين شربتهم؟ وشربتهم عند الدار ديالنا، واحد خينا قالنا الدار ديالنا. كانت أمك في الدار؟ كانت أمي في الدار، كان خوت كانوا، وأنا تعزلنا في واحد المحل بوحدنا. مشينا معاهم ديك الدار. عزلنا أمو بوحدها. قلنا لا ولدك جا مع واحد جوج شرب هنا. لا سيدي تيشربوا لهيه هذاك البوطو الا كان تيشرب، ما يشربوش عندي انا في داري. واش قلت يا ولدي انت كاع ما شربتي في الدار؟ انتم الناس خايفين، قلنا الناس خايفين، الناس خايفين. هذاك الدري مهلوك بالعصا واش هلكتوه ولا شنو درتوا ليه؟ انتم مسؤولين على هذا القتل ديالو، انتم مصحابو ما تتفرقوش معاه، وانتم بجوجكم كذابه. انت تقول ديك الليله شربنا هنا في الدار، الاخر تقول لا ما شربناش في الدار، وعندهم واحد التناقض بعضياتهم في التصريحات ديالهم، واحد تينتقد الاخر، حيت زدناهم بعضياتهم، تخلقوا بجوج وبانت الامور. شنو بان؟ شنو هي الحقيقه ديال ذاك الدري ديك القتله كامله ديال العصا؟ هذوك تيسرقوا العواد. كاين كريتوس، راك تعرف الغابات ديال كريتوس اللي عندنا هنا مشهورين في الغاب، كريتوس، كريتوس ديال الدولة، وكاين كريتوس ديال السلالية، الناس السلاليين دوك الدواور، وكاين كريتوس ديال الدولة، كاين كريتوس يديروا المعمل ديال الكاغيط، ديال الكرتون، تيديه تيطحنوا، هما تيمشيو تيديو كروسة من عند واحد خينا تيتسلفوها، ماشي تيتسلفوها، تيعطيوه، تيكريوها من عنده، في عنده عود، تيمشيو لكريتوس. في الليل يقطعوا كريتوس، في الليل يقطعوا كريتوس ونجروه وركبوه على الكروسه وتيهزوه في الكروسه تقريبا ديك العمده عمود اللي تيخدموا البنايه، هذاك باش تيخدموا البنايه، تيديوه تيقطعوه وتدقدقوا ديك الغابه وتيهزوه وتنجروه وتيشدوا به الطريق تيديوه يخبيوه تما تيجي اللي تيشري من عندهم. ديك النهار مشاو عند السيد كراو الكروسه كرا حتى تيجوا تيخلصوا، عطاها لهم الاخر تيعرفوهم تيسرقوا بها العواد. عندو كراس اللي فيهم جوج روايد راكم تتشوفهم بعض المرة هازين شي عود ولا شي حاجة تيسرقوا العواد تيسرقوهم. هما دابا مشاو للغابة وعمروا دوك العواد وداروا شي فوكسي ربطوهم وقادوهم وحزموهم، فين تيجلسوا هما؟ تيجلسوا لتحت تحت الكروسة، الناس تيشوفوهم تعرفوا هاد الشيء، تيجيو تحت الكروسة لتحت واحد البلاصة ديال هكا تيديروا واحد بحال الشبكة وتيجلسوا. داك اللي صايق تيكون شويه لقدام وخير راه كبير اللور تحت الكروسه تيضرب العود غير من التحت ما تركبوش فوق حيت فوق عامره بالعواد. راكم تشوفوهم هذاك الوقت هما تيزربوا لانه لا تلقوا بالمية والغابات ولا تلقوا بالجندار ولا تلقوا بالبوليس. اش تيديروا؟ انا عارف الخطه ديالهم. اش تيديروا؟ تيسبحوا في كل شيء وتيعلقوا. ولا اش تيديروا؟ تيقطعوا القنبه اللي شاده العواد تيطيحوا العواد وتيهزوا الكروسه وهربوا بها. دارو لنا شحال من مرة حنا كنا تنلقاو سارقين العود تنعرفو حنا سارق العود، تيكون سارقين العود معروفين تيمشيو بالليل. اش تيديرو؟ غير تيشوفو البوس حاجة يقطعو القنبة، هما عندهم واحد اللعبة القنبة مشدودة شادة داك العود غير تيقطعوها طف طف تيقطعوها مسماطي تطيح العود تيطيح من هاد الجهة ومن هاد الجهة تيهربو. هما راكبين لتحت وغاديين بالكروسة واحد الوقت هابطين في واحد العقبة شافوا شي طوموبيل دوات من اللي خارجه من الغابه تيصحبوا من المية والغابات
ضربوا العود بجهه باش يدخل الغابه باش يدخل واحد الظلمه تما. العود طاح تقلبت الكروسه تقلبت هما جوج كانوا اللور طاحوا ضربوا وهو تقلبت عليه الكروسه طاح في واحد فوسي شويه غرق طاح عليه داك العواد وتقلبت الكروسه والعود داكشي تمنمن مات لانه داك العمود العمده طاحوا عليه كل العود طاح حيت حدا اللور ديالو ركلو والحديد وداكشي وتقلبت واحد فوسي شويه غرق وناضوا اش داروا سمحوا مشاو في ديك الطويدات كمل الطريقه ماشي البوليس ماشي الكارد ماشي الجدارميه قعدوا الاخر تلقوه ميت ما لقاو كيديروا طلعوا العود طلعوا الكروسه شدوا هو داروا وسطهم فوق الكروسه طلعوا فوق الكروسه ركبوا شدوا به الطريق اتفقوا بجوج في غنديو في غنديو قال شوف قربوا حدا دارهم ونحطوه تما صلاه على النبي قربوا حدا دارهم وحطوه تما حطوه مشاو في حالتهم داو الكروسه لمولاها مولاها شافوا ديك الحاله قال لي مارتو قال لي واش ناس دينا شي حاجه راه خرجوا لنا الكاردو رمينا العود ورمينا كل شيء ما درنا ما تخلصنا ما حتى شي حاجه هذاك مول الكروسه يعرف هذاك الدري اللي مات عارفو تيكون معاهم ديما فين فلان اه دي راه فلان راه مشى ورداز للدار ولا ثبتو الصباح نصبحت الروح بنادم ميت وهذا شكون اللي ساقوا الخبر هما سقروا مول الكروسه هذاك مول الكروسه ساق الخبر راه فقدي هذاك الموت ديال الدري ومضروب ومهلوك وكذا داخله فيها كروستو حيت هو تيكري هذوك تسرقوا العواد مشى هز الكروسه غبرها وحيدها من تما داها لواحد البلاصه واحد الباركينغ تيوقفوا فيه شي طوموبيلات شي كاميرات قدام وداك الشيء دخل وسطهم خلاها تما قال العساس خليها هذه هنا راه قال العساس انا غنبيع العود وشد داك العود وداه دخلوا عنده واحد هو عنده شي غنم وشي بقيرات شي دخل بيه دخلوا واحد الجهه داخل في الدار ديالو وسد عليه حنا بقينا تنقلبوا على الكروسه حسب التصريح ديالهم هما اللي قالنا ودي راه واحد لقينا تيكنا الكروسه وهذا اعترفوا اعترفوا والكروسه طاحت عليه واشنو وقع واشنو هذا واشنو كذا والعود طاح على الكابيه وهذا وهذا حنا خصنا نجيبوا الكروسه ونجيبوا العود ها بيت القصيد قلنا له نعتو لا مول الكروسه ذاك راه كاين ليه في واحد الدوار فين كاين؟ كاين ليه في واحد الدوار مشينا حنا شي اربعه مشينا تما مشينا عند داك السيد خلى الطومبيل دبوس بعيده مشينا عندو السلام عليكم السلام بخير لاباس عندك واحد الكروسه واه كانت عندي وفين هي الكروسه واه بعتها لواحد السيد فوقاش بعتيها وهذه شي سيمانه بعتها ليه ما بقى ديما ندير بها وبعتها ليه ايه اه ياك توقع واحد المشكله قدا قداش هذاك العود اللي داخل حد حن رشقات ليه طاب داك العود رشقات ليه مارت غيطع مارت داك العود مسكين بغى يغوت علينا يقول لنا ودي انا هنا عرفنا بوليس بغى يعاوننا في هاد لافير الله يطول عمره والعود قلنا شنو هذا واحد العود ديال واحد الصديق دوز 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 ورينا العود ورينا العود وداك العود مسكين مجروح بالكابي لانه ديك الطيحه طاح هو على قال لك هبط مع واحد مع الكياسو مع داك مع الشانطي وهبط داك الكياسو داك الشيء مجروح حنا في رجليه قلنا ليه انت مالك مخبي هاد العود هنايا خدام دخل بخير الكروسه فين هي؟ تا قلنا غير الكروسه والعود فين هي؟ واش تاكلتي مع هذوك اللي قتلوا؟ قال لك لا سيدي عطيتهم كروسه قال لك انا عطيتها لهم وجابوها لي وليش تكذب؟ قالك خفت خفتي تكذب تقول بعتي هذه السيمانه انا العود وانا الكروسه دينا العود وجبنا الكروسه ركبنا لك العود صوبناه قاد ديناه و زاد واحد دير فينا عند اللي منا ركب قال لك انا راه ولد العروبيه تعرف انا تنعرف ركب العود باقي عاقل عليه قلنا لي غازي قدامنا زيد بالكروسه زيد غادي معنا على الجليب باش نوصل الطوموبيل شوف ذاك صاحبنا تيدور العود تيدور لي بقى تيدور دير شنو العروبيه تا وقف اصاحبي وقف تيدور العود كان غيتقلب تا هو في الكروسه تيدور تيدير العوده تيدير العوده هو قلنا ذاك السيد هاد السيد معكم قلنا له ايه ما بتعرفش تسوق ما بتعرفش تسوق الكروسه قلنا له شاش غادي اجي وقف 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 مشى تيجي مسكين هذاك الخينا شد الكروسه وقال الاخر هبط الاخر كان بغى ينقص ما بغاش ينقص انت فين تعلمتي؟ وقال لك العود راه هاد العود هذا فاش كان راه جاهل قداش من عود جاهل انت ما عرفتيش الكروسه بغيت تمشي علينا لا انا ولد العروبيه طلقوا لي الكروسه ولا خلينا ركبنا فوق الكروسه بقى غادي يبنى حتى الطوموبيل ديال البوليس دابا في الطوموبيل ديال البوليس كي غنديروا مع ذاك السيد الكروسه عنده ركبنا ذاك اللي قال لك تسوق كنا ركب حداه ان الله امره يربيك وركب حداه وغادي حنا في الطوموبيل بشويه تدخلنا دخلنا عند دوك الدراري وثبت فعلا بان دوك الدراري هاد الكارثه اللي طرات لهم وجابوا حطوه تما حنا نصحابو بانه
مقتول مضروب، ولكن هو العصر اللي كلفات قلب الكروسة وذلك شيء بان لنا دك دوه قلنا دي شي عصابة مخدرات ولا شي واحد عنده معه شي حساب ولا شي حاجة. وبعد الحقيقة ومن نهار كانوا غادي يديو الجوتة ديك عائلتو أخوتو ما كاينينش هنا كاع، عيطنا عليهم جا الكوميساري قلنا معطيكم واحد الورقة جبنا مع الوكيل الملك باش تخرجوا الجوتة من مستودع الأموات. أخوتي يقول لي خصو تدفن دابا ياك الشاف، قال لا مش خصوش تدفن ديروه في الثلاجة، خصو تدفن. كوك دابا هاد الورقة نديوه وديوه سيرو ديوه ديو دفنوه. وياه وعطاهم تحشام الشاف راه خويا زعما ما بكاو عليه ما الله يستر الله يستر. تنفكر داك الدري تهناو منه مسكين كاع ومشى هذاك مشاو هذوك داو داك الدخينة يدفنوه. قدمنا داك مول الكروسة مع الآخرين حيت تعطوهم باش يسرقوا العواد، تعطوهم مول باش يسرقوا العواد. ورجعنا للبلاصة فين رمي فيها العواد ولقينا ذوك العواد هزم واحد خينا جاب الله هزم واحد خينا عنده واحد الساكة تما قريبة تما حطهم غا حداه ستفهم. قال لنا أنا بغيت زمان ستفهم منها باش نرجعوا للمية والغابة نوريهم اليوم. قلت لهم تيت أنت داك تيبغي تجمع معاهم واش غاتوريهم أنت شفيفير جمعتيهم وحطيتهم تما وحطيتهم هنا ورا الساكة. قلنا غا لقيناهم التقينا فيك اللهم أنت تمشي. قدمنا داك مول الكروسه انه تعطيهم ديك الابتسام في ارتكاب الجريمه ديال السرقه هذا تبعتهم المياه والغابات تبعتهم على 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 ديك الجريمه ديال السرقه السرقه ديال الثروه الغابويه وتبعوا ديك محاوله اخفاء الجثه. هذيك اللي هداروا خايبه هي بغاو يديو ديك الجثه يحطوها ولكن عندهم الزهر تحكموا بثلاث سنين وهذاك السيد تحكم بست شهور. حقيقة المحكمة خدمت معاهم مزيان لأن ما ظلموهم شيء لأن ما قتلوا شيء الصراحة ما قتلوا شيء طاح وتقلب داك الشيء تحكموا على داك الشيء ديال الغابة وديك محاماة إخفاء جثة وما خافوا حطوها تما وتحكموا بثلاث سنين والآخر تحكم بست شهور. هذاك اللي عطي الكروسة أنه سام في هذا ثم الله يستفدوا من هذه الجريمة هذه. وعندنا واحد الجريمة أخرى ولا ذكرت لكم هذه الجريمة بأن العود هذاك العود بداك الوقت جينا حنا دار ديك التنهينا هو شري هذاك مول الكروسه كان غير فشلنا يقول لنا ما عندك كروسه وضربنا غير تمر حنا نوصلوا ليه نوصلوا ليه كان غير ضربنا تمر. واحد النهار وقعوا واحد بزاف ديال السرقات ديال الدور ديال الناس اللي ما في الخارج. كل مره تيجي واحد تيديبوزي بلان تيدير شكايه تيقول لك اودي انا في الخارج ورجعت لداري ولقيتها ما بقى فيها والو. واحد العصابة تدور الدور ديال الناس خارج وتتمشي لهم تتخوي الدار بشوية 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 لأنه حنا مرة تنقول لك ما تيجيبوا كاميو تيجمعوا كل شيء. مرة تنقول ما يمكنش كاينين الجيران غيشوفوا الرحيل واخا يكون في الليل. مرة تنقول لا هادو تيسرقوا بشوية بشوية وفي الآخر تبين لنا بأنهم تيسرقوا بشوية بشوية تيجيو يسرقوا. كاين الناس الخارج اللي عندهم دور هنا في المغرب كاين اللي تيفهموا شويه تيخلوا داك السرد لواحد من العائله ديالهم تيسكنوا شي واحد في الدار مثلا تيسكنوا حتى يجيو. كاين اللي تيخلوا العائله ديالهم تيطلبوا منهم يمشيو يطلعوا على الدار يوميا يشوفوها ويحلوا الشراجم ويطلعوا على الدار ويجيو يطلعوا على الدار ويجيو. وكان شي واحد يقول لا راني ساده دال الباب بالحديد الشراجم بالحديد ما عنده منين ما تعلم حد عام هو غابر ما يعلم ما يوصي. كاين ما توصيش حتى الجيران لا ما توصيش حتى شي واحد يقول رميو عندكم الدار وهاد التليفون عيطوا لك كان شي حاجه وخلصوا لي ما خلصوا الضو. كاين اللي ما كاين شي واحد عندهم شي افكار شكل هما كانت تهزوا دوك الدور تيبقاو يسولوا تيقولوا السلام عليكم واحد الراجل خويا خدام في الخارج ساكن لنا واحد الدار بهذه الطريقه هذه تيوصلوا الدور تسولوا على الدور اللي موالين في الخارج وتفرعوا الدار وحيدوا الحديد ولا كان الحديد ولا كذا ولا مخزون يدوزوا وتيبقاو يهزوا. وطاحوا لنا واحد سبعه ولا ثمانيه ديال الدور ديال المولين في الخارج تعرفوا بقى عندهم والو. وحنا نديروا واحد الحمله الحراسه وتردوا بالنا في بلاصه فين كاين الناس عندهم مثلا حي اللي عندهم اربعه خمسه دور المولين في الخارج تنقلبوا تما. وثاني كانوا الدور تيتسرقوا كانوا قراب واحد المحيط ديال المحيط ديال القنيطره واحد الجنب دايز حدا بحال نقول الحد ديال القنيطره وكان الدور ديك الساعة تتبدا الطريق باش دير لواحد الدواور وتدوز من تما دير الكاموني ودير داكشي. هادوك الدور ما تسرقوا بزاف قلنا حنا سي سيور هذا غيخرجوا من هاد الدوار سهل عليهم باش يهزوا داكشي يبقاو غاديين به يهزوا مثلا فوتو يزيدوا به يديروا كي غنديروا. عطينا واحد الحراسة تامة واحد الحراسة ولكن ما شديناهمش
شديناهم حتى نهزو لها الدور نهزو لها الدور وضربناها فيها تمارة ضربناها واحد الشهرين حتى لواحد النهار ديزا واحد الطوموبيل ديال البوليس الهيئة الحضارية الناس ديال الكسوة الهيئة الحضارية راه هضرت على البيجي هضرت على الاستعلامات العامة هضرت على البومبية هضرت على المخازنية تنشكرهم وداكشي وكنت تندوز على الهيئة الحضارية الناس كسوة تندوز لي مغيكا ولكن هادي من البوني بزاف ديال البوس الكسوة قال لها سي خلاص حنا مالنا وانت دزتي في الكسوة انا تمارتنا ما تهضرش عليها شي مرة وكذا قلت لي بغا نجيب شي موضوع اللي غنهضر في التمارة ديالكم عندهم واحد التمارة تا هما كثيرة الحمد لله ولكن قيم الواجب ديالهم وراكم تشوفوا الشرطة بالزي كيفاش تخدم سيرتو هاد الشرطة بالزي في هاد الوقت هذا ماشي نقول لك نبقاو نجبدوا ديال بكري اللي هاد الوقت شوف البوليس كيفاش ولا شوف تما فيهم شباب قريضية شباب بنات بوليسيات بالتوني شوفهم كيفاش ولاو تنحيو من هاد المنبر هذا باش غنجبدهم وغنهضر عليهم ان شاء الله نهضر ونزيد نعرف الناس اكثر على العمل ديال الشرطه بالزي. هادو البوليس بالشرطه بالزي شافوا واحد الكروسه عندها جوج رويد جرها بحاشاكم واحد الحمار فيها واحد ثلاثه راكبين هادوك داروا مع واحد الدوره دووا عليهم خلين خلاو الكروسه وعلقوا هربوا هربوا كاين فوقها الحوايج فوقها شي بطاطان شي ملايات شي كراسا شي حوايج كوزينه شي بوطا عرفوا بان هادوك هما الصفاره يعني مولا بيرمانون جات لابيل وصلت تما دات الكروسه هزتها كلها دخلتها هادوك ثلاثه هربوا تيقولوا ثلاثه الناس هربوا واحد طوال واحد قصير واحد كذا كذا تعطات الشرطه القضيه تعطات لابيجي كان ديك الساعه واحد لابيجي كان فيها واحد السيد العلوى من الناس اللي معروفين في لابيجي في المغرب معروف 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 الله يطول عمرو وراه تنظن باقي خدام لان ما عرفتش فين مشى دابا كان باقي خدام لان كان صغار مني المهم جابوا تما لابيجي شكون هما هادوك الله اعلم ولكن هادو هما الصفاره ديال الديور ولكن شكون هما ما عرفناهم شكون واحدنا داك السيد العلوى لا ربي النهار الثاني غير النهار الثاني ماشي واحد النهار والنهار الثاني السي العلوى قال لك هذوك غادي تقلبوا ودير واحد البحث على الدور اللي يمكن تلقاو الدار اللي تسرقت غنلقاوها الدار هذه غدوروا كاع الدور كاع اللي خلي مفول او شوفوا مع الدوائر شي واحد يجي يشكي او شوفوا شي اخبار تجي من عند شي مقدم ولا شي حاجه واحد الدار مفتوحه ولا مهرسه قلبوا 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 ذاك الحي فين لقيتوا كروسه حتى تلقاو الدار بعدا اللي مهرسه نعرفوا ديك الدار اللي تسرقوا منها هاد الحوايج وهاد الحوايج ها هما يتحسبوا ويتعدوا ويتقادوا ويتحطوا حتى يبان الدار يبان مولاها او شوفوا واش غنديروا مع السيد وكيل الملك عطينا شنو غنديروا كان السيد علوى واقف حداه واحد البوليسي وداك البوليسي ديال التوني كان تيهضر هو وياه وداك البوليسي خدام تيهضر معاه وداك البوليسي كان عساس في الباب هو يضرب فينا السيد علوى قال لينا شوفوا شوف شوف فين سيروا بحثوا فين هادوك لقاو الكروسه سيروا شوفوا هاد البوليس اللي لقاو الكروسه بالضبط جيبوا لي في لقاو الكروسه شفنا مع الاخوان اللي مشاو داروا المعاينه وداكشي وجبنا ليه قلنا ليه ودي الكروسه ها فين تلقات تلقات ما بين هاد الحومه وهاد الحومه ها هكا قلنا هاد الكروسه تخليوها هنا تيطيح الليل غتخليوها حتى لجوج ولا ثلاثه الصباح وغتمشيو بالكروسه لتما يمكن داك البوليسي كان تيهضر معاه داك البوليسي يعرف حنا شنا قال لي حتى هادي مزيانه سمعنا قلنا حتى هادي مزيانه ودار عندنا حنايا قال لي غتمشيو لتما وغتجيو الكروسه توقفوها وداك الحمار اللي في الكروسه يبقى مربوط وقولوا ليه ارا ما تركبوش باش يضرب شويه قول ليه ارا وبقاو تابعينو عن بعد انا ما مشيتش ولكن مشاو الاخوان الاخرين اللي كانوا في مرابيونس ديك الليله داو الكروسه تما وبقاو تابعين بقاو تابعين الكروسه والحمار غادي من تيبقى وقف تقول ارا تبقى غادي وما تقول لي من بعد ارا الصباح الليل ما كاين حتى الحمار بقى غادي غادي شو شو يطلع فوق لواحد التروطوار شو شو يشد واحد لابيست وبقى غادي الحمار ابقى غادي الحمار دار ورا البرارك ورا البرارك ومشى ومشى لواحد البركه مهزوله هو يمشي عندهم مشى عندهم الدري عرفوا هذيك هي الدار اللي فيها الحمار جمعوا الاخوان علمهم طوقوا الدار طوقوا الدار ودير هما باش يدخل للدار ديال شي شوك وشي شي عود ديال الخشب وداكشي الحمار بقى واقف قدام الباب اول مره مرات تيشوف فينا الحمار بحال تيقول هو دقوا دقوا عليا ندخل المهم غوتنا اشتريف اشتريف كذا 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 السلام عليكم السلام وباقي عاقل حاجه
الاخوان اللي مشاو تما مشاو نقول لك مع شي جوج ونص الليل ثلاثه الليل باش يديروا العمليه ديال الحمار. انا قال لهم الحمار في الليل ما غيديرونجاش في الطومبيلات ولا شي حاجه راه غيمشي يقود. ولكن مشاو تما خداو التعليمات جاتهم بانه ممنوع يدخلوا لديك الدار حتى 6 الصباح. غادي يدخلوا غادي يشوفوا شنو كاين. بقاو الدراري المساكين مسمرين تما في واحد الخلا مربعين والحمار واقف قدام الباب. هما جاو لواحد الظلام تما الدراري وتصوروا شي واحد جالس ليه واحد جالس ليه جوج جالسين هنا مخبيين كاين تما شي شجر مخبيين هذاك البراكه وداك الشوك وداك الشيء جالسين. قال لك شي واحد خرج من الصباح من هذوك وتيقول وعليه وعليه والحمار جا او في الصباح والله تا جا وجاب تكر وسمعه والحوايج ما جابوهمش. وقال لي يمكن خداهم دوك البوليس وتلقى خداهم البوليس خلاو الحمار تما. متهمين البوليس داو الحوايج الله خلاو الحمار شتي ذكروا هما الحوايج. هنا الدراري جا الوقت القانوني هما يهجموا عليهم ويدخلوا عليهم. تلقى واحد بويت عندهم فين تيناسو وواحد بيت كبير عامر بالحوايج. تلقاو من قبل القوم ثلاثه تما جالسين ديك الدار ديال ما ديال واحد فيهم كان عنده موبه ماتو وبقى هو في ديك الدار بوحدو. دار منها كارسونير دار منها الطاسه تيجمع فيها صحابو حتى تلقى بدوك الجوج هما طاحت عليهم فكره ثلاثه يديروا عصابه ويبداو يسرقوا وبداو تسرقوا وتيجيبوا ديك الحوايج تحطهم تما وتيبقى يسلكوا بشويه بشويه. تمشي عند واحد خيناس لا تبيعوا ليه تسربوا ليه تمشي عند واحد خيناس سليمان تبيعوا ليه ما تبيعوش القنيطره تماما تهزوا يديوا لهاد الجوج. سلا سيدي سليمان سلا سيدي سليمان شدوا تلقى عليهم القبض جمعوا دوك الحوايج اللي عندهم بدا البحث معاهم لانه كاين الاعتراف التام. اول الحوايج تشدوا تما الحوايج شدوا في الكروسه وشاد فيهم الحمار. الحمار كان خدم معنا راجل ذاك الحمار الله حاشاكم ذاك الحمار بعدنا ما نسالو فاغلى هو مسكين بعد بقى يقول لنا انا ما تدخلونيش معاهم انا نوريهم لكم دبر راسكم معاهم. وجبناهم جبناهم واحد السيد تما تما ذاك السيد تيقول اودي الحمار ديال هاد السيد ما عارفين ولا مو الحمار ما اعترفوا ولكن هاد الحمار هذا كي غنديروا هاد الحمار هذا كي غنديروا ليه كي غنديروا ليه هو محجوز غتهزوا المحكمه لانه هو سرق وهاد الحمار فين غيمشي غادي يبقى فوريا غيموت الى حنا غنمشيو للحبس نتحكموا بخمس سنين غيموت ذاك الحمار هذا. وذاك السيد قال لنا هذا الكروسه الحمار انا غنمشي نشوف مع المحكمه نهار يدوزوا في الدلاله انا غناخذهم. قلنا له واد الله يرحم والديك هذا الحمار هذا ما تهلا فيه دابا غيديو الفوريان مع الكروسه تهلا فيه. قال والله سيدي تهلا فيه بالله انا تهلا فيه خدم معنا راجل الله يرحم والديك وربي يخلصك. ما عرفتش دابا هذاك الحمار كاع ما خداش لا ولا مات فوريان الله اعلم. دينا هذوك واعترفوا قالك حنا هما اللي تنديروا هاد العمليات. ومشينا جبنا لك صحابو اللي في سيدي سليمان تيشري وجبنا خينا اللي في سلا مشينا جبناهم بجوج ولقينا عند شي حوايج مسروقات. الاخرين قلنا لهم انتم شوفوا دابا اللي وقع وقع من الاخرين شحال تيشريو من عندكم شحال تبيع لي هذه تتبيع لي مشريه ب 1000 درهم تتبيع لي ب 100 درهم ولا 50 درهم كاينه ولا لا وجبدوا كاع الحوايج اللي عنده ما نمشيش معاكم هذه الضريبه ديال اللي تيشري مسروق وبقاو على هذيك ديالنا هذيك ديالنا هذيك ديالنا هذيك ديالنا عمر خوينا ذاك الحوانت هذوك ديال هذا ودير هذا هما اللي كانوا خدامين معاهم تيخطفوا تيديهم تيخطفوا تيديو لهم وحكموا عليهم بخمس سنوات سجنا على جبدنا هذه القضيه هذه على العود اللي حنحن شراها لذاك مول الكروسه قال لك ما عنديش العود بعتو الكروسه بعتها والحمار حاشاكم الله يطول عمره اللي دانا عارفين خرج مسكين دابا عارف واش خدام في شي كروسه اخرى والله ما عرفت ولا تبع قرايته ولا الله اعلم. هذاك الحمار مسكين اللي مشى ورانا الدار ديك الفكره ديال ذاك الشرطي اللي جلس مع السيد علي وهضر هو وياه وقال لي راه الحمار يديروا لديك البلاصه راه في الليل غيش الطريق خاصو يدخل الكوري ديال البلاصه فين كاينه. نتمنى من الله يكون هذا الشيء هذا الزوينه وتعجبكم وان شاء الله غادي نقلبوا على مستملحات اجود من هادو ان شاء الله في المستقبل واكثر من هادو وناخذ معكم وقت كبير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.